مرحبا بكم في هذا الشرح حول تنصيب منصة نود جي اس على نظام الاشتغال سانتوس. ندخل إلى ديجيتال اوشن، نقوم بكرييت دروبليت، نختار توزيعات سانتوس النسخة الأخيرة، نختار داتا سنتر معين، نضيف الكي، نغير الهوست، ومن ثم نضغط على كرييت. ندخل على الخادم باستخدام SSH كما تلاحظون، ف النسخة المستخدمة فهي CentOS. أول شيء وجب القيام به هو إضافة CentOS EPL الريبوزيتوري الخاص بالتطبيقات. فعندي مشكل في الكوبي كولي على هذا الحاسوب، لذا قمت بالغلط بالدخول على الخادم الآخر يوم انستال فيت. قم بإضافة تعليمات دبل فيجيت ومن ثم تحميل الـ EPL وإضافة rpm-install EPL. اوكي، الان ما علينا سوى كتابة تعليمات يوم انستال نود جي اس. هذه هي الديبوندونس الخاصة بالنود جي اس، فهي ال HTTP بارسر، ال NPM و LibUV. اوكي، الان نتفقد تعليمات نود جي اس. نضيف ايضا تعليمات اشتوب على هذا الخادم الجديد. اشتوب فهو خادم بمعالج واحد وجيجا في الذاكرة كما اخترنا. الان نتفقد تعليمات NPM فهي ايضا موجودة. ندخل على الموقع الرسمي لإكسبرس جي اس، وعندي دروس سابقة حول هذه المنصة يمكنكم الرجوع إليها.
نقوم بكوبي كولي لهذا المثال فقط لي تجربة هذا الخادم. نقوم بالليسن على كل البور ومن ثم ندخل الى هذا الاي بي كما تلاحظون فهو اشتغل. من الأحسن نقوم ب send ل OS json stringify. فهذا فقط مثال للاستئناس، سيرسل لنا سيرسل لنا الديت ومعلومات حول هذا المعالج باستخدام OS CPU. JSON Stringify ندخل مرة أخرى كما تلاحظون فقد أرسل فقط الجملة الأولى نظرا لأن send فهي ترسل وتغلق بينما write ترسل فقط. هنا نستطيع القيام بالsend أو end، من الأحسن end. هذه بعض التفاصيل التقنية الخاصة بهذه المنصة، لقد شرحتها في الدروس السابقة. الآن المشكل أصبح right. أوكي، قم فقط بتجربة شيء. JSON stringify OS CPU. CPU. فهو عبارة عن طابلو. JSON Stringify OSCPU 2.0 هكذا. فقط خطأ في المطبعة. كما تلاحظون الآن فهي تشتغل. إذا أردنا إضافة الديت تستطيع القيام ب var data equal os cpu 2.0 ومن ثم نضيف data.date equal new date ومن ثم json stringify data. هذه طريقة أفضل.
كما تلاحظون فهذا الخادم الصغير الذي قمنا بكتابته يشتغل ويرسل لنا نوع المعالج على هذا الكلاود ومعلومات أخرى. أوكي. نستطيع أيضا تنصيب منصة أو خادم الإنجينيكس اوكي ومن ثم الدخول الى الكونفيغ الخاصه بجينكس default.g.conf.g configuration فهي شيئا ما مغيرة على الأوبونتو سيرفر Nginx proxy نقوم ببروكسي باس لتطبيق انجينيكس هنا نقوم ببروكسي باس http localhost 8080 بهذه الطريقة ومن ثم نتفقد إعدادات انجينيكس اوكي نقوم بتغيير الليسن الى 8080 ومن ثم اطلاق خادم انجينيكس اوكي لقد قمنا باطلاق الانجينيكس ومن ثم نطلق هذا التطبيق ندخل مرة أخرى إلى هذا الرابط ففي الحالة العادية وجب إعادة توجيه هذه الصفحة نحو التطبيق المحلي يجب فقط التعرف على هذا البروفايل فروت listen لا يجب توفر على الروت لأننا نقوم ب الريديركت
هناك أحد المشاكل فالإنجينيكس لا يتعرف على الإعدادات لأننا لن نتوفر على الدومين فنستخدم الجينيكس نستخدم سيرفر نيم على الاي بي كما تلاحظون فالآن أصبح يشتغل فالسيرفر فهو انجينيكس وليس نوت جيس لأننا أخفينا تطبيق نوت جيس وراء خادم الانجينيكس مثلا نتورك مشكلة بلوجين كما تلاحظون فالهيدر الخاص بالHTTP فهو انجينيكس وليس نوت جيس بهذه الطريقة تخفون هوية التطبيق وتستطيعون استخدام خادم واحد والعديد من التطبيقات المكتوبة بالنوت جيس حول خلف هذا الريفرس بروكسي إذا كنتم تريدون هذا التطبيق أن يشتغل تلقائيا عند إعادة تشغيل الخادم تقومون ب PM2 Node.js ف PM2 هو Process Manager خاص ب Node.js نقوم بتنصيبه باستخدام الNPM -j تعني global هو سهل للغاية فقط تتبعوا خطوات PM2 start main.js اوكي كما تلاحظون فالls off يعطينا تطبيق بالنوت جيس وهذه هي الحالة الخاصة بهذا التطبيق فهذه هي الخطوات الأساسية التي وجب عليكم تعلمها فيما يخص خوادم لينكس ومنصة النوت جيس فالخطوة الأولى هي تنصيب النوت جيس الخطوة الثانية إضافة الديبندنسي
الخطوة الثالثة فهي مرتبطة بالبروجكشن الخاصة بهذا التطبيق، مثلا الكلاسترين والبروسيس مانجر وكيفية إطلاق التطبيق عند إعادة تشغيل الخادم وغيرها من الإعدادات وإعدادات الحماية. أمل أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح حول تنصيب منصة نوتشاس على توزيعات سانتوس، وشكرا.